97 مشيت للكلوب. باهي سي علاش اخترت تمشي للكلوب سي؟ لا مش اخترت. اكيد وصلوك عروض. استناني استناني شنو نقول لك؟ توا مش اخترت الكلوب، كلوب افريكان هي راهي قصه طويله، ولكن انا جي شوازي الكلوب افريكان. بون طلبوني لتوال ومشيت لتوال وتفاهمت معاهم واحد كل شيء، وسنة با مارشي صارت فيها مشكله وترا شنو، مش مشكله فلوس، مشكله رؤساء مع بعضهم يعني. دخل فيها واحد كبير قال لا ما يمشيش باش بما يجيناش لي نحن وترا شنو، فهمت؟ واحد كبير هذا بالغاز. اي ما يسالش، مش مشكل، ما نحبش نرجع بالتوالي انا في الموضوع، فهمت؟ دونك تفاهم رئيس النادي نتاع ساتونيزيان مع 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 وقتها شو اسمه رئيس ليتوال عثمان جنايح، وتفاهموا على المونتون باش مونتون كبير برشا، وزيد زوز ملاعبين دو كاليتي باش يعطيهم للساتونيزيان، وانا باش نعرف ليتوال وقتها. بون بعد ما انت حبيت كلوب كلمني انا، كلمني من الاخر كلمني واحد معروف ياسر قال لي ما تمشيش اقعد في الصاد تاع جينا اللي نحن. دي شنو هي معروف ياسر؟ عباد مش تفهم. تي تراجي رياضي هكا هو. رئيس تراجي السابق اللي هو. اي هكا هو. باهي. من 97 2001 قعدت في الكلوب. اي حتى ل 2001. هزيت زوز كؤوس 98 و2000. هزيت زوز كؤوس وبطولة عربية. نجم نقولوا شوية ولا؟ شوية. شوية. علاش؟ هكا هو. هذاك هو. شكون هذاك؟ هذاك هو، ما نجمش نسيت ترويات أخرى في ستاد تونيزيان، ستاد تونيزيان بون هزيت معاهم كان كوبا راب بعد ما رجعت من الكلوب، شامبيون، بس ستاد تونيزيان ديما بارمي معناها تلعب كاتريام سانكيام واحد كل شيء، ما خلطتش في الغالب، الغالب بون، كانت عندنا إيكيب نحن ستاد تونيزيان 86 87 أقوى جمعية في تونس، وكنا نجموا نهزوا الشامبيون، ما هزيناش الشامبيون، فهمت؟ كاو، ما ستان شوا، ما كاو هذاك هو، تنجم تكون ملاعب كبير وما تهزش برشا تترويات، فهمت؟ جمهور ستاد تو متغش عليك شويه، يعتبروك كانك خنت ستاد. لا بالعكس. بالحق. يحبوني برشا. خنت انا ستاد تونيزيان، انا وقت اللي مشيت من ستاد تونيزيان راني مش انا جي دوموندي باش نمشي من ستاد. هما باعوني. خاطر ما عادش ينجموا يخلصوني. داير سي منصف الشريف هو الرئيس الله يذكره بالخير. دونك انا قاعد قال لي راهو بون راهو كلموني، خاطر انا كلموني الكلوب اون كونتاكت قبل ما قلت لهم كلموا استاد تفاهموا مع استاد وبعد انا مش مشكل. فهمت. كي كلموا رئيس قال لي راهي مبروك راهو تفاهموا مع الكلوب افريكان واحد جاي، باعوني وقت الكلوب افريكان، وانا بعد جاي حكيت مع شريف بالامين الله يرحمه وتفاهمنا في تفي معناها كلي. شوي باش نحكوا على مسيرتك في المنتخب في النوادي، راضي على المسيره نتاعك ولا كنت باش تعمل مخير؟ اغسر هو ماذا بيه واحد ديما يعمل مخير، لكن على الـ على الـ على الظروف وعلى الامكانيات وعلى الـ 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 الوقت ذاك انا ساتيسفي برشا. واحد اخر في بلاصتي كان يجي يتعدى كوتي، حتى تويجات ما كانوش برشا في تونس، مش مشكل. تتويجات هي محبه الناس بيه. والتاريخ كل جمعيه مشيت لها عملت بصمه فيها، وكل بلاد مشيت فيها ولعبت في المنتخب ولا سواء في النوادي مع النوادي نتاعي ولا خليت بصمه. مش كل شيء تترويت، اوكي متفاهمين تترويت. فما ملاعبيه كبار ما هزتش تترويت، اما ملاعبيه ما تشوف انت مثلا اعطيني انت، فما ملاعبيه مثلا عبد الحميد الرقيل ملاعب كبير ولا؟ صحيح ما شفتش حد فيه. محسن جندوبي ملاعب كبير ولا؟ اما يقعدوا مهمين للقاب عند الملاعب يا جماعه. احمد المغيربي ملاعب كبير ولا؟ ما هزش. نور الدين ديو ملاعب كبير ولا؟ متفاهمين جميل، ما يقعدوا مهمين قلت لك القاب. مهمين الغالب، هذاك هو، جينا في جمعيه نحبوها، ظروف ساتونيزيان. حتى في الكلوب نحكي شويه معناها زوز كؤوس. انا لعبت خمس سنين هزيت بريس كاتيت تروا تيتر بيه على خمسه. شنو تحب نزل بطولة كل عام تتر. بطولة ولا. في بالك انا كلوب افريكان وقت اللي جيت للكلوب افريكان 97، الكلوب افريكان عنده 10 سنين ما ربحتش اسبيرونس. وكلوب افريكان ربح لي ليسبيرونس اليورو تور ما تهزش تيتر. فهمت. دونك انا العام هذاك ربحت ليسبيرونس اليورو تور. تعتبرها بطوله. بالنسبه لي انا لا مش ريان، هو عادي، انا الماتشات الكل عادي، اما انا مش وحدي نلعب. نحكي لك انا على تيترويات البريود هذيك هزينا، بون كانت فما برشا امور اخرى راهو خارجه نطاق اللي هي. في البطوله معناها كنا نحن كنا نجموا نهزوا البطوله العام هذاك. عام 98 كنا نهزوا البطوله. شنو صار؟ صار برشا مشاكل صارت. مثلا نحكي لك. صارت برشا مشاكل، فما برشا ماتشوات خسرنا بالزاربيتر تاع
تروازيام افريس ما تلعبش ماتش جي، خسرنا فينال كونتر الكلوب افريكان، نحنا هتاو فوز روسي دمي فينال كارتون كارتون جون تروازيام. اخطاء معناتها تحتملها عاديه ولا بسوني؟ لا سوني سوني، انا نقول لك سوني، وفما ماتشوات سوني، وفما ماتشوات برشا ماتشوات سوني، ما نجمش نسمي لك، اما فما ماتشوات تعداو برشا. علاش ما تحب تسمي؟ ما نحبش نسمي خاطر حكايه فارغه تو، ماني بزيدني عاد شيء. مثلا تو زياد الجزيره رجع على الحكايه، كان اللي عاود حيرها البريود اللي فاتت وقال حتى شكك في القاب نتاع الترجي وقال فيها وعليها حكايه كما هذه، انت شو انت شنو رايك؟ انا مانيش موجود، انا مانيش باش نجاوب في بلاصه الجزيري، فما حاجات صحاح قالهم زياد وفما حاجات غلطين. مثلا مثلا انا نلوم زياد ممكن في التشنج نتاعو، انت انسان قدوه وانسان نظيف ومتربي والناس تحبك، ما تكلمش بالطريقه هذيك. فما طريق ان ديريكتومون ولكن تفهم. فهمت. بون ما تفهمه وتكلم الاخر وتكلم الاخر واحد كل شيء، اما ما تكلمش بالطريقه هذيك، لكن ما كان فما تجاوزات كانت في البطولات قبل. كانت فهم. فما حاجات ملموسه تجب تقولها لنا زياد. شنو اخي نحن ستاتيونيزيان كل عام ما تنحناش الشامبيونا. كيفاش؟ كونتر سيابي. كيفاش نحات؟ عام 84. ما تنحى الشامبيون. احكي لنا ربحنا سيابيه اللي ربحنا سيابيه في بنزرت وعملنا نيور في منزا عام 84 84 85 84 كيفاش نحات؟ تنحى طلعوا قانون قال لي اللي ماركه في اللالي اكثر من اللي ماركه في ما كانش القانون هذا موجود، طلعوا قانون خاطر سيابيه فهمت يا اخي، فما ماتشوات زاد مع جمعيات اخرين زاد كيف كيف. انا صاروا لي ماتشوات في كاريري الرواسي تكلم فيا، وانا عمري ما نهار في حياتي خنت جمعيتي، فما راهي ورؤساء هاي دهده تو نسيبوك تمشي تلعب كوب دي موند ولا تلعب ترشنو. اش معناها؟ شنو هو دهده؟ معناها سيب الماتش. في ماتش شكون هذا؟ في ماتش استاد وشكون؟ استاد وجمعيه كبيره. ممكن تحت جمال تلمح باش تقول ترجي ما تحبش تقول ترجي رياضي تونسي. كلمك رئيس نادي نتاع ترجي وقتها قال لك انا حابش نسمي انا اخويا وكلم تو فات اي الناس الكل تعرف شكون رئيس النادي وقتها كيفاش قال لك ارخف ارخف شويه اي دهده تو تمشي كوب دي موند 2002 وانا وقتها عمري 35 سنه ولا 34 سنه مش كم شيء مشيت 98 انا وقتي في تومكي ومساهم في الترشحات تاع المنتخب مساهم جزء مش الكل اما جزء لاعب على ستة ماتشوات خمسة ماتشوات في الكوب دي كاليفيكاسيون كوب دي موند وما مشيتش كوب دي موند عليه خاطر مشيت صححت في النادي الافريقي ورئيس سابق ترجي كان حبك صح في ترجي معناها. مش هي رواج نقول لك حاجه، الترجي الرياضي طلبوني ان ديريكتومون مش من طريقه هو، من هو موصل. هو متكلم باش يوصلوا لي جماعه اخرين. فهمت؟ لكن انا عمري ما رفضت الترجي الرياضي. مال؟ مكتوب هذايا فهمت؟ لكن انا عمري ما نهار تكلمت في الترجي الرياضي، جمعيه الترجي الرياضي جمعيه كبيره اكبر من الناس الكل متفاهمين. علاش ما مشيتش للترجي؟ مش ما مشيتش للتراجي، ظروف حكمت ما مشيتش. وانا ما نعرفش انا ما كنتش نجم نرتاح البريود هذيك في التراجي. علاش فسر لي علاش؟ خاطر ما نجمش نرتاح انا كيك وحدي. ما تحبش التراجي؟ لا لا بالعكس لا لا ما تقوليش هذه. اي نحب نفهم شنو انا الوقت هذاك نتصور الناس الكل وقتها كانت تحلم تلعب في التراجي. انا بيدي الناس الكل اللي تعرضني مكشخه الكل قولوا لي جمال علاش ما نلعبش في الاسبيرونس؟ رانا حابينك تلعب في الاسبيرونس. قلت لهم الله غالب مكتوب ما لعبتش في التراجي. كاو ما تفهمش انت رئيس النادي نتاعهم؟ والله ما يقولها كما تحب. احكي لي شنو حكيت اللي ما سلمتش عليه وقتها؟ هو ما سلمت عليه. سيد سليم شيبوب رئيس سابق الترجي ما سلمتش عليه فما حاجه قبل ماتش كاميرون عام 90 صارت حاجه هكا؟ اي صارت فاز. اي شنو هي الفازه بالضبط؟ تو ترجع فيا تقول بربي انا ما نحبش نجبد تو اغسل عام 90 نلعبوا في الكاميرون في هوندي لو سول جوار بروفيسيونيل اللي يلعب في واحد هو جمال امام ولا سعد العبدلي. اي ونلعب تيتولير ابارونتير راهو عامي الاول في ستاندار. معناها انا عامي الاول خذيت ميال اترونجي في بلجيكي. نجي نمشي الكوب دي نمشي للكامرون نخلي ليكيبي ونخلي واحد ونمشي نقعد رومبلاسون في الكامرون. وقت اللي انا اتاكو اليعقل ليكيب ناسيونال يلعبوا طارق ذياب افون سونتر. تجي اي علاش السبب؟ علاش؟ قول اسالوه.
بلكش شواء تكنيك من لونترينور. لا فما حتى شواء تكنيك الوقت هذاك، فما حتى ملاعبي فالابل اكثر مني انا. عندها خليت كيفك وجيت باش تلعب ماتش في الكاميرون وما لعبتش. جيت باش نلعب، جيت باش نحارب انا. مش باش نلعب، جاي باش نحارب، جاي باش باش نهز رايت بلادي. خليت انا روحي بعد كي روحت من الكاميرون، انا قعدت كل شهر باش نحيد بلاصتي. وقتها هو كان طالبك بتجيب باش تجي وما جيتش ولا لا؟ هو الشهرين الاولانيين قال لي انا مازال عندي شهرين. دونك على خاطر ما جيتش انا عندي شهرين بروفيسيونيل وقال لي تجي تلعب في الترجي. وانا نلعب في بلجيكا، يا ودي قلت له اخضر انا مازال. دونك تفهم على هذاك ما لعبتش انت؟ لا لا هو ما اخضر هو انا وياه كوره ما يتعداش هو هكا ما نعرفش، ما عندي حتى شيء معاه وما عمل لي حتى شيء وراه ما يحتمل ان نكون غلط في حاجاته فهمت. اما لكن انا في الكوره تعلمت حاجه، نجم نكون انا مانيش متربي، نجم نكون هكا.